للحديث عن إعلان الجزائر مع ختام القمة العربية في الجزائر، معنا من إسطنبول أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان. أهلا بك دكتور سعيد، بداية كيف تنظر لإعلان قمة الجزائر الذي خلا حتى الآن من التحفظات رغم جدول الأعمال الذي بدا مثقلا بالخيبات في بدايته للجزائر كبلد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. لا أرى في البيان أي شيء جديد، هي الديباجة العربية المكررة في يعني الاهتمام بالقشور وعدم الخوض في المشكلات العربية الحقيقية والنظر في حل جذري لها. ما زالت الحالة العربية الرسمية تدور حول نفسها. نعم، ما أهمية هذا الدعم العربي دكتور سعيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟ ما إمكانية تمرير مثل هذه العضوية؟ يعني دعنا نطلع يعني الناس والمستمعين والمشاهدين الكرام على حقيقة حصول أي جهة تريد أن تحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يجب أن تمر بمسار قانوني إلزامي، وهو أن يكون الترشيح من قبل مجلس الأمن ثم المصادقة من الجمعية العامة، ومجلس الأمن تتبعه لجنة تسمى لجنة العضويات. لجنة العضويات فيها أعضاء مجلس الأمن، لكن التصويت فيها ليس فيه حق الفيتو، إنما نقل الموضوع إلى لجنة العضويات يحتاج موافقة 9، ليس شرطا أن يكونوا كلهم من الأعضاء الدائمين، لأن هذا قرار إداري إجرائي وليس قرار سيادي سياسي. وبالتالي لو حصل هذا وذهب إلى لجنة العضويات وعاد بالموافقة سيجد هناك الفيتو الأمريكي، وبالتالي لن تمر عضوية فلسطين بدون يعني الصفقة مع الولايات المتحدة، أو على الأقل عدم التصويت، امتناعها عن التصويت. في 2011 حاول الفلسطينيون الحصول على عضوية كاملة في شهر سبتمبر 2011، لكن وقفت عند هذا الحد، فاضطرت دولة فلسطين أو السلطة الفلسطينية في ذاك الوقت إلى الذهاب إلى الجمعية العامة في 2012، وتحديدا في 29/11/2012، وحصلت على أغلبية الثلثين بموافقة 138 دولة على طلب فلسطين بالحصول على دولة مراقب، لأن ذلك من صلاحية الجمعية العامة. أما العضوية الكاملة فهو دعم سياسي لا أكثر ولا أقل، وهذا يحتاج على الأقل لتجميد أو إيقاف الفيتو الأمريكي. لكن ما هي الرسالة التي أرادت القمة إيصالها، لا سيما بما يتعلق بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية؟ ألا ترى أنها كررت نفسها بعكس ما تحدث به أمين عام الجامعة العربية، خصوصا في ظل قطاع التطبيع الجاري؟ صحيح، مسألة القضية المركزية للأمة العربية أو حتى للأمة الإسلامية للأسف شعار مفرغ من محتوى ولا يعني شيء بصراحة. ما لم يكن هناك ترجمة عملية فهو شعار، فهو غير مترجم، غير موجود في خطط، مش مطروح حتى في البرامج الاقتصادية ولا في البرامج الإعلامية للدول العربية. ما في دعم لأهل فلسطين في صمودهم، ما في دعم للمقاومة بكل أشكالها، ما في جهود لرفع الحصار، ما في حتى معاملة جيدة أو مميزة أو طبيعية للفلسطيني في أي دولة عربية، حتى حق المرور، حتى التأشيرة. وبالتالي قضية مركزية للأمة العربية شعار لا يعني شيء بصراحة. أنا كفلسطيني وكمراقب وكقانوني وتابع في الشأن الدولي لا يعني لهذا الشعار شيء، ولا يعني للملايين من الفلسطينيين شيء. إلى سؤال جديد دكتور سعيد، يعني تأكيد الدول العربية على رفض التدخلات الخارجية، إلى أي مدى ترى أنه يعكس خطورة التدخل الإيراني بدول الأزمات كما وصفها أبو الغيط، وخطورة جعلها القضية الفلسطينية شماعة لتمرر تدخلها بهذه البلدان؟ عن إيران نتحدث، تفضل. أنا قرأت في البيان لا يوجد إشارة إلى إيران، هذه اجتهادات وتفسيرات أبو الغيط نفسه وهو المسؤول عنها وعن ترجمتها، لكن أعرف أن هذه الكلمة فيها شرك، فيها يعني ألغام مقصودة. والحالة العربية طبعا منقسمة على نفسها، هناك من يتحالف مع إيران وهناك من يعادي إيران، وبالتالي هذا ليس مذكورا في البيان. البيان ركز على المرور سريعا على قصة ليبيا، اليمن، سوريا، العراق، لبنان، الصومال، حتى
المشاكل العربية الحقيقية لم يتطرق إليها مطلقا، ولا أي مشكلة، أي شيء في خلاف مثلا بين أي دولتين، لا أريد أن أعدد هنا، لم يذكر، فقط القضايا يعني الإرضائية والتجميلية، وكأننا نعطي وجه دهان لبيت خرب من الخارج، فقط وجه دهان، لكن من الداخل مكسر مهدم، تسكنه الجرذان ومهجور. للأسف هذا هو الحالة العربية يعني، وهذا تشبيه مني. من اسطنبول كنت معنا عبر الهاتف أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان، شكرا جزيلا لك.